السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا. في رجعين فيديو عن النشر، وان شاء الله هنتكيف النهاردة، يعني هنتكيف ان شاء الله. يعني قبل ما نخش في موضوع، انا بحب اشكر الناس كلها وبحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. يلا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونتوكل على الله. كله طلع. يلا مع اخواتك بينهم بس الشوارع ايه. الجو جميل النهارده، سكة السلامة بقى على طول بقى. نطلع نشوف الدنيا من بره كده. نتابعهم احنا ايه بالتليفون بقى، عشان برضو الناس نقول باي باي. باي باي وكده داخلين على الجزيرة من جوه. والله اخر الزوم يا جدعان، عشان ما نطولش عليكم نشوف الدنيا ونرجع لكم تاني. دي الحمام اصلا جوه كده ناحية الجزيرة خالص، فعشان ما اجيبش الساعة فاضية عم ماسك العال اهو. انا شايفهم عن نفسي اهم، يعني اهو في الكادر اهو نقط، الصورة بتروح وبتيجي كده، لان هم اساسا نقط. حد شايفهم ولا ايه الدنيا؟ كانوا الطيارة كانت تحتيهم وهم في العالة اهو بيتقلبوا. هما كده ايه جايين تاني، مفيش حد، في شوية تحتيهم هم هم هم، نحاول نجيبهم بس. عشان نفتح الزوم ايه مرة واحدة. نحاول نجيبهم كده. مش جايين يا رجالة، هما جايين في العالي اهم. انا شايفهم عن نفسي، في لسه ايه شوية تحتيهم كده ايه مفتوح لهم.
الحمد لله، فضل وعدل من عند ربنا، نعمة الواحد برضو ده بعد فضل ربنا عليه مجهود وتعب. فاللي انت لما بتوصل للمرحلة دي انت بتبقى مبسوط من نفسك اللي انت وصلت الحمامتين للمرحلة دي. الحمامتين بيشرفوا نفسهم بس برضو بيتنسبوا لصاحب الحمامتين، لما الحمامتين يروحوا وجايين ومتشعلقين في العالي كده وبياخدوا وبيقطعوا والقصه دي كلها، برضو ده انت حمامتينك بيسمعوه، بيسمعوا سيرتك. يعني خلي الدنيا كلها تتكلم تقول لك الله ينور عليك، بس الحمامتين بسم الله ما شاء الله. يعني انت اهو مشيت منطقه غير المنطقه بتاعتك اهو. فانا عشان ما نطولش عليكم هنرجع لكم تاني. هما الرجاله لسه جايين من مشوار، والله جالي تليفون قال لي عدوا دخلوا المدينة. المدينة دي عندنا عند موقف امبابة عند سوق الحمام كده اهو. ان شاء الله يعملوا مشوار تاني. بص كل ما الجو بيبقى حلو حمتين ايه سخنين، بس ما حدش كان لسه مفتح جوه. اديهم برضه شاورتين في وشهم كده ويعتمدوا السكه تاني. خمسه وانا ارجع لكم تاني يا جدعان. بص يا رجاله هما خدوا مشوار تاني، الحام جه برضه اهو في قلب المنطقه اهو. بسم الله. ادي الحمامتين اهم دخلوا كده ناحيه ايه الطنانه. شوف الدنيا كده برضو. انا لكم تاني يا جدعان بقى، فتحنا احنا الحمام كله اهو، بنسيبهم شغالين في قلب بعضهم. طبعا معاه اخويا وحبيب قلبي بيكا، اخويا ابو عمر باشا. حبيبي يا معلم، الله يكرمك. احلى مسا عليك وعلى حماده ادم وعم احمد ادم، واحلى مسا على عيله ادم كلها. حبيب اخوك يابا، احلى مسا على العيله. دخلنا عليك بالصلاة على النبي يابا، خرجنا عليك بالصلاة على النبي. حبيبي يا بطال، حبيب قلبي يا بطال، ربنا يزيدك من نعيم الله يا حبيبي. وشرف ليا والله العظيم اللي انت اخويا وصاحبي، والله العظيم بحق الاذان اللي بيقدم ده يا صاحبي. وربنا يديم المعروف والمحبه يا صاحبي، واحلى مسا عليك يا اخويا. حبيب اخويا، حبيب اخويا، الله يرضيك يا ابويا. محبه الناس يا جدعان هي الاساس. ادي الحمام اهو، هنرجع لكم بعد الاذان يا احلى ناس. ادي الحمامتين يا جدعان، حتى اهو حتى كان فيهم واحد حتى على الغايه اللي جنبنا. ده كان فيهم راح حاطط على الغايه اللي جنبنا. نور الدنيا بكار. حبيبي يا معلم، الله يكرمك يا معلم. عايز تمس على اي حد معلم معاك؟ انا احلى مسا على الناس الكويسه والله العظيم. الله اكبر، الناس كلها فوق والله العظيم. واحلى مسا عليك يا ابو عمر يا جدع والله العظيم. حبيب اخوك يا الله يكرمك يا ابو. وبنمس على ابو مصطفى حبيبي، اخونا الكبير محمد علي، اخواتنا وحبايبنا. واحلى مسا على كل الناس، اي حد بيحب الخير الدنيا بنمس عليه. ابو صوصه حبيبي يا علي، حبيبي يا نجم مصر، الله يكرمك. انا كبير يا ابو صوصه، واخونا ابو خديجه احلى مسا عليك يا عم محمد يا علي. احلى مسا على الناس كلها يا جدعان، وهو دي المحبه. الراجل من جنبنا هنا متطناني كله بالحب والله العظيم. ادي هم الحمامتين اهو.
حبه الناس حلوه بتكون حبيبي يا الله يكرمك. انا حبيت فيك خالص انا وانت كده وامك محمد اجمعين يا معلم. يا جعلان جمعه مباركه على الناس كلها يا رب. نبدا بقى ان احنا نقفل عليهم ونشوف ده نعل نعل ما نعلش هنختم الفيديو. شده وحشه فرج الحام نقل اهو يا جدعان. هو اهو الله ينور ابو عمر يا حبيبي وحش. على وشك يا معلم اهو يا بطل حبيبي يا كبير حبيبي حلوف من حلاليف اهو فرد الحام اهو يا جدعان. لو بتاع حد هنا في المنطقه يجي ياخده احنا ما بناخدش حاجه حد. ماشي يا معلم بكار حبيبي يا اخويا احلى مسا عليك حبيبي يا معلم حبيبي يا معلمه مصر الله يكرمك احلى مسا عليك يا ابو صاصا يا عسل الله ينور عليك يا كبير حبيبي حبيبي يا معلم. فانتظرنا ان شاء الله من جديد لجديد. انا معكم بكار وكوتو ادم والسلام عليكم ورحمه الله.